لكن هنالك صور جديدة للغرر لهذه العقود التي ظاهرها السلام ولكن الإرادة الحرة فيها مشوبة. يمكن أن نقسم الغرر إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة يمكننا أن نقول إنها تحوي كل صور الغرر. أول هذه الأقسام غرر الوجود والعدم، ثانيها غرر الحدود والصفات، ثالثها غرر القبض والتسليم. ثلاثة أقسام سهلة يسيرة، يعني لا تزعجكم العبارات، كلها سهلة يسيرة إن شاء الله تعالى. أولها غرر الوجود والعدم، ثانيها غرر القبض والتسليم، ثالثها غرر أو ثانيها غرر الحدود والصفات، وثالثها غرر القبض والتسليم، حتى نمضي على القسم المنطقي في هذه الأقسام الثلاثة. القسم الثاني من أقسام الغرر هو غرر الحدود والصفات. أن يبيعه أرضا، ما هي حدودها؟ ما هي صفاتها؟ لا أدري. أبيعك ما في جيبي أو أعطيك ما في جيبي على أن تعطيني ما في جيبك، وهذا واقع يتعامل به بعض الناس. ما هو الذي في جيبك أنت؟ لا أدري. غرر الحدود والصفات هذا منهي عنه في الأحاديث السابقة. نأخذ النهي عن المضامين والنهي عن الملاقيح والنهي عن حبل الحبلة، هذه نأخذها مثالا عليه، لأننا نرى أمامنا الناقة موجودة، إلا أن هذه الناقة الموجودة وإن كان فيها حمل نراه عيانا ويقينا أن فيها حملا، إلا أننا لا ندري الحدود والصفات، ما هي صفات هذا الحمل؟ كيف سيخرج هذا الحمل؟ هل سيخرج كذا أم سيخرج كذا؟ هل سيكون أنثى أم سيكون ذكرا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومن هنا نقول إن أي عقد كان فيه غرر في صفاته، أي أن صفاته غير منضبطة، أقول لك أبيعك شيئا، أبيعك حديدا، أبيعك مفتاحا، أنا سأشتري هذه السيارة، سأشتريها مفتاحا كما يقول هؤلاء، ولكن يا ترى ما هي صفاتها؟ هل محركها ذو جودة أم ليس ذا جودة؟ هل هذه السيارة في عند بلوغها، عند قطعها للطرقات الطوال المسافات الطويلة، هل سترفع حرارة أم لا؟ ويقول لي أبيعك مفتاحا، أي أن محل التعاقد هكذا، أي أن محل التعاقد وهذا المفتاح، هذا المفتاح أمامي، ليس غرر وجود وعدم، لأن الشيء موجود، السيارة أمامي والمفتاح أمامي، إلا أن الغرر هنا في الصفات، لأن السيارة كما تدركون لا يمكن أن تتبين صفاتها من مرآها. صفاتها يمكنك أن تتبينها حينما تجربها، حينما تقطع بها المسافات، حينما تدخلها للفحص ونحو ذلك، هنالك يمكنك أن تتبينها. أما أن تبيعني مفتاحا فهذا معناه أنني هنا، أنني في هذا العقد قد يكون البائع هنا غير واقع في الغرر، لأن البائع يعرفها ويبيعها بمثل هذا الثمن لأنه يريد أن يربح. لو باعها بمواصفاتها الحقيقية قد ترتفع وقد تنخفض، ترتفع إن كانت سليمة ليس بها شيء، وتنخفض إن كانت بها عيوب وعرفها الناس. هنا أنا المشتري حينما أقدم على شراء سيارة بهذه الصفة دون أن يكون لي حق في فسخ العقد إن تبين أن في المعقود عليه عيبا، معناه أنني بين أمرين، قد أكون ظافرا وقد أكون خاسرا، لا أدري، قد يتبين لي أن السيارة كلها في عطل وأن محركها ليست به حياة، فعلى هذا سأتكفل بشراء محرك جديد. قد يتبين أن في القاعدة التي تحمل السيارة عيبا، وإن كان فيها عيب فمعناها أنها لن تؤول إلا إلى الإلغاء كما تعلمون، القاعدة الشاصية الذي يسمونه الشاصي، هذا إن كان به عيب، إن كان مكسورا، كان قد تدخل فيه صاحبه الأصلي بلحام أو نحو ذاك، فإنها تكون ملغاة. إذا ما الفائدة من دفع هذه الأموال؟ إذا أنا في مخاطرة عظيمة. لذلك قالوا إن البيع بشرط البراءة من العيوب بيع لا يصح، لأنه من بيوع الغرر، فالمشتري بين أمرين،
إما أن يكون ظافرا وإما أن يكون خاسرا، وما تردد من العقود بين هذين الأمرين فهو من عقود الغرر المحرمة بل الباطلة. فلذلك هذا أيضا غرر حدود وصفات. انظروا أنا الآن الإشكالية عندي في ماذا؟ في الصفات، هل صفاته كذا أم لا؟ الوجود موجود، أبيعك ما في يدي الخاتم الذي في أصبعي وأخفيه، هل هذا الخاتم الفلاني الذي فيه الفص الحجر الكريم الفلاني أم أنه غيره؟ هذا غرر حدود وصفات وهو محرم. الغرر الثالث غرر القبض والتسليم، الشيء موجود والشيء معلوم في صفاته، أبيعك السيارة الفلانية، هذه السيارة معلومة موصوفة، أنا أعرفها أعرف صفاتها، إذن ليس غرر وجود وعدم لأنها موجودة، ليس غرر حدود وصفات لأنني أعرف صفاتها، ولكن المشكلة فيها أنها مغصوبة منه، أنه قد استولى عليها أحد فلا يستطيع أن يصل إليها، ما دام لا يستطيع أن يصل إليها إذن كيف أبيعها؟ كيف أشتريها؟ هذا كالنهي عن بيع الحيوان الشارد، عن بيع الحيوان الشارد. قال له في الأمثلة السابقة التي كان عليها العرب، ونمثل لها بأمثلة من عصرنا، قال له أبيعك البعير الفلاني، نعم هذا البعير نعرفه أن فيه صفات نجابة، أنه يستحق ثمنا وأعرف صفاته، هو موجود وصفاته معلومة، إلا أنه الآن شارد، ما الذي تبيعه أنت؟ أبيعه إن حصلت عليه فلك هو، فهو لك بمبلغ كذا وكذا، هذا العقد باطل لأنه غرر قبض وتسليم، أنا لا أدري هل سأقبض أم لا. منعت من التصرف بأرض معينة لمدة معينة لأي سبب من الأسباب، وهذه الموانع الإدارية كثيرة كما تعلمون، تأتي في أنواع كثيرة من الأراضي، هكذا العقود التي فيها رهن هي ملكي أنا، نعم البائع، ولكنني ممنوع من التصرف فيها، إلى ماذا ستؤول بعد ذلك؟ هل إلى ملكه أم ليس إلى ملكه؟ من شرط البيع أن أتملك المبيع، ما دام مرهونا فأنا لن أتملكه. فلذلك هذا النوع الثالث من أنواع الغرر، غرر القبض والتسليم، هذا الغرر لا يجوز أيضا الإقدام عليه.